كلنتي وعنا ونعكسن دعوة يا الملك استوعب نجد دعوة إنسان أفرتي بشر رمضان أي نكشرنا رمضان مبارك حاولن تقبل كسول وحمر كلا دبوا بلا ما يدري يدقان وحاخد كا تلافا كسيتو سوكشرا عاقل محمد ديق أحمد على دور عاقل صدوه قاسم وادواي وادواي قاسم والسلام يا أديقي بعض الصحافة أد بعض ما تنتهى عاقل مركوري حاجات كسوكن تهى هذه قلها ليس عاقل وأنا أقول لك أن أنا 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 أي ويرر سوق لأن نمنكي أول بمجال هذا سوق ويرر شري. واي. سومالي لان لقوم مجاهد شري. واي. شو هاد السلام ب. الله بجوابات بين ويرر كسوق لأن بريج الله سبحانه يا قلبيت كا. واي. الله هذا بويرر بيكسوق لأن ويرر كاس كم أنا يقولي سنين. دیوانه بدن ایا که گردی لباده دینه با؟ واقع. سیبا قلبت که ایا یکوگل در رستن جدید نه؟ والگه قبضهای حد داس و آن که ادلاعنا مدافع آن لو آبیه لینن آشنتی دقیقه و عمت دوا عملیه لصو طوریو ایا و حیکود عیان گواه حافیمات که یمل کسته و مگرد دخله دوان لو آبیه لی. واي ويرر كأيّا سوق هذه مية عاقل مسدد كديجان كأيّا ويرري. مايا سيد هذا رأوه وأقول لك أن إن أي ويرر كأيّا قليهين. واي. ضد كانوا وادد إسكت دفاعه أو إلى عشان أيّا قليه هذا هي مستقبل كذا هي قبل كذا. واي. مركا مر والبا يجا ويرر كله ساكن ويرر كأيّا على حسب بلارنا ويرر بيوسو قادين. إمك أو أنقرها الله ينا حبض ويس عطاه وحرق هذا مركا أي شبان إن أي مجال هذا كحر بربران أو أي مدافع أيان أي كسر دايان واي مركا مجال هذا ويدقين يا المياه إمك هذا أنقرها الله يو إمك هذا أنقرها الله يو مجال هذا دحض دايان شوكة ستوس أي ودقين أيان يضو عن ميل لبل أبيالين هذا عافيمات هاي قوب كسته وأي محان كورا هذا نصيب واسو نصيبنا يا جرعانا وحي ترك الجرعين يا جوا عافيمات كسر اختر كوين يمنها لبلا سايمك لبلا سايمك ستة سايو ترك الجرعين يا واي عاقل مالها أو إكزاكت اللي دجال كخد عاي جواها أو خد عاي برجع يقلبت كمرك اللي جي ما دو قوش عدين يشوفين بانور ككهيني قوبها عادي قوبها سحدها ودقال كخد عاي أما أيوير كقصو قادين أي برتل ما ميت سنين منوش يجي كرتا محيس كبرتل ما ميت سنين قوبها عار كام عيد ما جارات شوقي ما مذا حبات شوقتي ما محي كبرتل ما ميت سنين قوبها عار كا أيوير كقصو قادين كل قوبها ده شوقين وعاد شوقي عيد ما دي دكان كا قريبا كم ذا أيوم بكل شوقي واي مرا هیچوقه نواح کمیدا وقت گانا قلبت که مگر الله سعند مرکل آمیگل راهو میشه لیره دو دوی حوشو بیار لگد دامی چری آگاس یا بوره یریره اول دو وعیدن کچوگی سیفیا حال کاس فو ارارن ستوس آن ولو فوگی میری گرمت کو عمری چری و دخاگ فو ایلا بحین و بانتای أمبراستي لا وعوسي دينا كحنطة لغو هيا سيدة هاد اللي إيشيك إيو واقل سراكيري بضان يرق بضان هايليه نوات هلا واقل قصاره قودهان ودلال خاسمان تقيستي عاقل وحمل نوغ إيشيك كرتا قصاره هاس أنوغو إنتا كل إنده هايقا هنكو أركي طبنا يدي ماشا إنده هايقا هنكو أركي إدا وحنا واجرا كل فرب بضان واي قصارها آذر التي مدينة عائسة سيبا مسوى قودهان با ديررتي لبضا لنعبا كل ويتشيري نمان لقران وهي أو لقوش هيك يجب هده
oo xariyaha qayb laga soo qaaday oo laba saddex nin ay waa jireen marka labada dhanba khasaaraha anigu aan arkay ee dhimashada iyo tobanayadaas waa iyo dhowr qof oo dhaawaca waaye waxaa lagu jiraa caaqil bil rabadaan erga iyo waanwaan baa socotay waxaa jiray wafdi erga ah oo koonfurta soomaaliya ka yimid wakiilna ka ahaa sida la sheegay dowladda dhexe iyaguna isu soo xilqaamay nabadna inay ka dhaliyaan doonay maxaa ku soo beegay baad isleedahay markii ergadu laaska ku soo wajahnayd xaaladana xal u raadinteeda ay ku wajahnaayeen iyo weerarkan aada sheegtay inay somalilan saa ka soo qaaday kolay sida aad in badan ama media ama dee dadka soomaalida ay ka wada dharagsan yihiinba nimankana waxay dhaheen annagu soomaali ma nihin ergadaasuna way jirtaa ergada sida aanu maqalay waa erga soomaaliyeed oo nabadayn iyo islaax u socota waxayna ku soo wajahan yihiin magaalada laascaanood haddii ayba helaan meel ay soo maraan waayo duqayntii oo aan loo aaba yeelayn baa iska socota marka waxaan filayaa dadkana waa dad soomaali ka qararaya sida inta badan ay ku dhawaaqaanna hadalladooda waxaa ka mid a inayna soomaaliba ahayn waxay yihiinna ma garanano waagaag haddii aad tihiin waxgaradkii deegaanada s s c gaar ahaan gobolka sool cuqaashii iyo dhaqankii iyo haldoorkii deegaanka wax xal ah ma u haysaan colaadan iyo dagaalkan ay maamulka somalilan deegaanadiina ku hayaan wax waanwaan ah oo dhow oo hadda irmiiska saaran oo isleedihiin waxbaa lagu xalin karaa ma jirtaa maya dee waanwaanta markii ciddii u socota baa waanwaanta lala qaataa nabadgelyada waa jecelahay waxaanu u magacaabanahayna waa nabadgelyo oo waa taqaanaa dhaqanku nabad buu ku shaqaleeyahay laakiin cid u socotaba maanaan arag cid u socotaba maanaan xaalku sida aan ka warhayno labada dhinacba waa dirir iyo dagaal uun in la isu diyaarinayo idinkana waxaad sheegaysaan inaydan xadeer xal haynin maxaad isleedahay maxaad isleedahay caaqil saadaashaada caaqil maxaad isleedahay bay ku dhammaanaysaa hawshani ama saadaashiinu maxay tahay aada isleedihiin dagaalkan xilliguu dhammaanayo iyo intahadiisa halka waxaanu u aragnaa sidii horeyba loo sheegay isimada iyo cuqaasha iyo dhaqanku ay tilmaameen beesha soo duushay in ay guryahoodii ku noqdaan haddii ay ku noqdaan xal waa la helayaa wax kastaana way soo fududaanayaan laasimow inta ay sheegashada ku jiraan sidii horeyba loo tilmaamay dalkan iyo dadkanu waxay diyaar u yihiin inay difaacdaan sharaftooda iyo cirdigooda iyo gobolkooda iyo dhammaan diintoodaba waxay diyaar u yihiin inay difaacdaan oo ilaashadaan oo ku dhintaan bay diyaar u yihiin waa hagaag aad baad u mahadsan tahay caaqil fariintaada ugu dambaysa ee aada ummadda soomaaliyeed ee ku daawanaysa iyo gaar ahaan reer s s c u diraysid reer s s c iyo dhammaan soomaaliba waxa aan leeyahay waad aragtaan dulmiga meesha ka socda waxaan leeyahay horta soomaali dhammaanteed in ay arkaan kana falceliyaan oo ka hadlaan oo ka jawaabaan baan odhan lahaa intii imaqlaysa dulmiga iyo ciqaabta iyo sheegashada beenta ah dadka soomaali diidka inay ka hadlaan baan jeclaan lahaa dadkan s s c sheegtana waxaan leeyahay halgankiinna iyo ilaashimada aad ilaashanaysaan dalkiinna iyo dadkiinna iyo sharaftiinna laban laaba baan iyagana leeyahay aad baad u mahadsan tahay caaqil waan kaaga mahad celinaynaa waqtigaaga kaasi wuxuu ahaa caaqil maxamed deeq caaqil axmed caaqil calidhuux aadan oo inooga warramayey xaaladda gobolka sool gaar ahaan dirirtii iyo dagaaladii saaka halkaa ka dhacay aad baad u mahadsan tahay caaqil aada mudan qaasim jazaakumullahu khayr